بعض الأنباء انتشرت اليوم ومنذ أيام أيضا عن فكرة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة، سمعت هذه الأخبار؟ هل تتوقع أن ده ممكن يحصل في المستقبل؟ أنا أعتقد أن ميسي لن يعود إلى برشلونة كلاعب كرة قدم. كل ما أريد أن أقوله هو أنه سوف يعود إلى مدينة برشلونة ليعيش فيها لأنها تعجبه وكان يعشقها، وبالتالي هو كان وبالتالي بناء على رغبة أسرته وزوجته، فأعتقد أنه سوف يستمر باللعب في باريس سان جيرمان، وأتمنى له التوفيق. ولكن بالحديث عن عودته لبرشلونة فسوف يعود للمدينة وليس للنادي لأنه لديه منزل في برشلونة.